بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخذنا ما يتعلق بكتاب النكاح على ما ذكر المؤلف على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، ذكر أن النكاح من سنن المرسلين عليهم الصلاة والسلام، وذكرنا ما يتعلق بأن الإنسان إذا استطاع أن يتزوج تزوج، وإلا فأتى بالأسباب الشرعية التي تقي بإذن الله من الوقوع في الفاحشة. ثم أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ما ينبغي لمن أراد خطبة امرأة، ماذا يصنع؟ من يعرف؟ نعم، أولا يبحث عن ذات الدين، وإذا وجد ذات الدين قلنا ما ذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى من الاتفاق مع الولي، وما يسعى بعض الناس من الطرق الملتوية وما إلى ذلك، هذه لا تصلح. يتفق مع الولي على ما ذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى على أغلب المسائل، فإن حصل قبول أولي يكون بعد هذا أي آخر ما يبحث فيه، يعني في أول الأمر النظر إلى المخطوبة، والنظر المخطوبة يكون بعد موافقة الولي. أما ما يسمع بعض الناس من الاتصال والحديث وبعث الصور والرسائل وما إلى ذلك، هذه قد تفتح باب شر ولا يغلق على الإنسان، صحيح؟ نعم. فإن تمت الأمور ولله الحمد يبدأ بخطوة الحاجة، ثم يأتي بالشهود والرضا من الزوجين والولي، ويقول الولي للزوج بما يتعلق بالإيجاب، والقبول يكون من الزوج والإشهاد على هذا. وقلنا لا بد من توثيق العقود لأن فيه حقوق للزوجين. نعم، ذكرنا أيضا شروط العقود كلها، أن الشروط تنقسم إلى قسمين: شرط زائد وشرط من مقتضى العقد. شرط من مقتضى العقد يجب الوفاء به وإن لم يذكر في مجلس العقد كالنفقة، وشرط زائد هذا يرجع فيه إلى الشريعة، وافق الشريعة لا بد من الإتيان به، وخالف الشريعة وكان المشترط لهذا الشرط عالما بالحكم يعامل بنقيض قصده، على ما ذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، واحتج بقصة بريرة رضي الله عنها. بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى العيوب في النكاح، وقلنا لابد في بيان العيوب في النكاح بأن تكون عيوب على ما يذكر العلماء رحمه الله تعالى، ويرفع هذا الأمر إلى القضاء والقاضي يفصل بينهما، وارجع الزوج على من غره سواء كان الولي أو الزوجة إذا كان الولي لا يعلم بهذا العيب وكان العيب معتبر. إذن هناك عيوب معتبرة وعيوب غير معتبرة. وأيضا ذكرنا أن المؤلف قال في الصداق ينبغي أن يخفف، وحكم الصداق واجب. ذكرنا أيضا ما يتعلق بعشرة النساء
والعلاقة الزوجية وما يجب على الزوج وما يجب على الزوجة من حسن العشرة وعدم مماطلة الحقوق. ونرجع في هذا إلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضوان الله عليهم. بعد هذا على ما ذكرنا أن الفقهاء يرتبوا بحسب الحاجة، بدأ بالعبادات بأركان الإسلام، ثم المعاملات باع واشترى، ثم تزوج. الآن يأتي الشيطان وتبدأ الأمور تتغير. بماذا؟ بمخالفة الشريعة عند بعض الناس هدانا الله إياهم. ننظر الآن في هذه المسائل، وقع منها شيء زمن النبي صلى الله عليه وسلم، سبب الوقوع، لماذا وقعت وماذا كان الحل؟ الخلع قال هو فراق لكن من قبل الزوجة أو من غيرها، أي من الولي، ولي الزوجة. طيب، فإذا يقول كرهت المرأة خلق الزوج أو خلقته وخافت، انظر إلى الشرط الآن هنا، خافت ألا تقيم مع الزوج حدود الله. الشاهد في هذا أن ثابت بن قيس بن شماس، ثابت بن قيس بن شماس بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، مبشر بالجنة. امرأة ثابت جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى يعني هذه الواقع، قالت يا رسول الله إني لا أعيب على ثابت، دين ولا خلق، ماذا تريد؟ بعد هذا النبي صلى الله عليه وسلم يبشر بالجنة، صحابي رضوان الله عليه، بل هو ثابت ابن قيس بن شماس خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا جاء أناس وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقي عليهم كلمة أو خطبة قال قم يا ثابت، فيقوم ثابت ويخطب والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع إليه، كان جهوري الصوت. قالت والله يا رسول الله لا أعيب على ثابت، دين ولا خلق. أنا أذكر لبعض الناس إذا أردت يعني أن تطلق وانتهت المسائل لابد أن تكون على ما كان عليه الصحابة السلف الصالح، لا تحدث شيء يعني مخالف للشريعة وينسب شيء إلى الإسلام من قبلك. قالت لا أعيب على ثابت، دين ولا خلق. هذا بالنسبة للزوج. انظر إلى الزوجة الآن، قالت ولكن يا رسول الله إني أكره الكفر بعد الإسلام، تخاف ألا تقيم مع ثابت حدود الله. امرأة متقية لله سبحانه وتعالى. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تردي عليه الحديقة ويطلقك تطليقة. هذا الذي حدث زمن النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة بعض النساء هدانا الله إياه على أي سبب تقول طلقني، والرجل أحيانا حتى بلا سبب قال أتزوج عليك وأطلقك وكذا. ثلاث يقول النبي صلى الله عليه وسلم جدهن جد وهزلهن جد، منه الطلاق. هل تحب أن تعامل مثلا بنتك أو أختك أو والدتك بهذا؟ لا، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وعاشرهن بالمعروف. حتى أنت أيتها المرأة المسلمة عامل الزوج بما يرضي الله، كما كانت زوجة ثابت بن قيس بن شماس. نعم، ونحن نعرف أن أعداء الإسلام أرادوا هذا، لأن إذا انهدمت البيوت من الداخل لم يبقى شيء. قالت لزوجها عندما أراد الخروج إلى طلب الرزق، قالت اذهب وأتنا برزق حلال فإننا نصبر على الجوع
ولا نصبر على النار. انظر إلى صلاح المرأة، ما تظن في هذا البيت؟ قالت فإننا نصبر على الجوع، لا إشكال أن تأتي وليس معك شيء، ولكن لا نصبر على النار. وهناك يعني قضايا كثيرة، وذكرنا منها قصة هاجر عندما قالت لإبراهيم عليه الصلاة والسلام الله أمرك بهذا؟ نعم، صلاح البيت يكون به صلاح الذرية، صلاح الأمة. انظر إلى دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، واجنبني وبني. لم يأتي نبي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة بعد إبراهيم إلا وهو من ذريتي عليه الصلاة والسلام. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا خدعوا الله سبحانه وتعالى، تعاطى الأسباب الشرعية. لكن إن كان طلب المرأة للخلع بغير سبب شرعي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. تتقي الله وتنظر. وكذلك لا يستغل الزوج يعني هذه المسائل وأن بيده الطلاق وغيره. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الطلاق. الله سبحانه وتعالى وضع حل عند عدم الاتفاق بين الزوجين، ولهذه المشاكل حلول شرعية، منها الطلاق. وقد تقدم معنا أن العلاقة الزوجية إذا حدث فيها شيء لابد من الرجوع إلى الوعظ، وعلى ما ذكرنا يعظها بالكتاب والسنة وغيره. الطلاق لابد أن يكون في العدة، لأن الطلاق ينقسم إلى قسمين: طلاق بدعي، والثاني طلاق سني، يعني في العدة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. الطلاق قال منه صريح ومنه كناية. الصريح يقول لها أنت طالق، أو ما تصرف منها يقول مطلقة طالقة وما إلى ذلك، هذا صريح. هذا الصريح يقع الطلاق به ولو كان مازحا، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. وبعض الناس هدانا الله إياه يعني يطلق على أي شيء، جاء فلان إلى آخر وقال ادخل، قال ما أدخل. تتعشى عند الليلة، قال ما تعشى، قال علي الطلاق تدخل. يطلق على كل شيء، كأن الزوجة هذه يعني سبحان الله هذا العشاء يساوي كم، سبحان الله تطلق والأولاد وكذا على مسائل هينة. حتى والله يوم قال لي رجل، قال أنا قلت علي الطلاق، قلت بعد هذا، قال لكن أنا لم أتزوج ماذا علي؟ يا إخوانا يعني سبحان الله، الله وضع الطلاق بيد الزوج لأن الزوج عاقل. ليس معنى هذا أن الزوجة يعني ليست عاقل، لا هي عاقل، لكن يعني حتى يتأنى وينظر في الأمور. نعم يطلق على كل شيء، قال إذا لم أطلق يقول عني بخيل. سبحان الله، من أجل أن يقول لا أقول عنك بخيل تطلق وتلعب. ونحن نعرف ما جاء عن أمير المؤمنين عمر أنه كان يأخذ الناس بالحزن وجعل الطلاق ثلاث، لأنه بدأ الناس يطلقوا، قال أنت طالق عدد أنفاس العباد، أنت طالق كذا إلى ما لا نهاية. سبحان الله،
هل أمر الله سبحانه وتعالى الطلاق بهذا؟ قال لا، حتى أقطع عليها أنها لا ترجع. ثم بعد هذا يبحث ويأتي بفتاوى ويبحث عن فلان وعلا. هذا الصريح. الكناية أن يقول لها الحقي بأهلك، لكن لابد هنا من نية الطلاق، لأنه قد يقول لها الحقي بأهلك، قالت ماذا أفعل؟ قال تطمئني على والدك وترجع. طلاق؟ لا. عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على مرأة وقالت له عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله منك، لو قالت لك الزوجة أعوذ بالله منك أظن تضربها، يعني أي بعض الناس أعوذ بالله منك، قال قد عذت بعظيم، استعاذت بالله، النبي صلى الله عليه وسلم يعظم الله، قال الحقي بأهلك. هنا كناية مع النية فهي طالق. نعم. ويقع الطلاق منجزا كأن يقول لها أنت طالق أو معلق، قال إن دخل شهر رمضان فأنت طالق. نعم. أو إذا جاء فلان فأنت طالق، أو إذا صنعت كذا فأنت طالق، فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع وإلا فلا. كانت قدر الله سبحانه وتعالى أن تأتي بالبنات، فولدت له، ويا أخي من نعم ست بنات، ثم حملت، فقال لها إن جئت بالبنت السابعة فأنت طالق، هذا الشرط. نام، فيرى فيما يرى النائم، نسأل الله السلامة والعافية، أن خزنة جهنم يأخذوه، أخذوه إلى النار. عندما جاء عند الباب الأول قامت البنت الأولى قال والله ما يدخل من هنا، الثاني ظهرت الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، قال خذوه إلى الباب السابع، استيقظ من النوم، فجاء إليها قال اسمعي والله لو جئت به ذكر فأنت طالق. وقت الولادة ينتظر في الخارج، فجاءت الممرضة قال بنت 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 بنت. نعم، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، سكون شهوة وسكون مودة ورحمة. الشهوة لا تنطفئ إلا بما شرع الله من النكاح والتسري بالشروط. ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به من دون إعياء ولا تعب، فلما أثقلت في آخر الحمل دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا، ذكر أو أنثى، لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما أتاهما صالحا، هل حصل الشكر؟ لا، قال جعل له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون. يا أخوانا، هذا الذي لا يفرح بالأنثى هذا على طريقة أهل الجاهلية. كم وردت أحاديث في فضل تربية البنات وما إلى ذلك، يطلق على أي شيء بعض الناس، سبحان الله، لا تتكلم بهذا إطلاقا. عندنا المعمول به في المحاكم الشرعية أن الرجل إذا جاء للمحكمة وقال أريد أن أطلق، قال طيب يعطوه موعد، يعطوه أقرب موعد بعد 4 أشهر. لماذا؟
لأنه لا يرجع أصلا ولا أتى الموعد، أكون راجع الزوجة وانتهى الأمر. أي نعم، لكن أراد أن يتزوج قال أعطوني موعد، قال اليوم بعد أسبوع. نعم، ولا أحد عندنا، هذا المعمول به عندنا، لا أحد يفتي بالطلاق من العلماء. تسمع الشيخ الفوزان حفظه الله يسأل في الإذاعة في نور على الدرب عن مسألة الطلاق، قال راجع المفتي، راجع الإفتاء، ما أحد يفتي بالطلاق. وتسمع اليوم بعض الطلاب هدانا الله إياه يفتي بالطلاق ولا إشكال. نعم، طيب، طلاق بائن وطلاق رجعي. طلاق بائن أنه لا تستطيع الرجوع إليه حتى تنكح زوجا غيره، أي حتى يطأها الزوج الثاني. يملك الحر ثلاث طلقات فقط كأنفاس العباد؟ لا، ثلاث طلقات. نعم، طيب، فإذا طلق ثلاث طلقات أو طلق قبل الدخول، قبل أن يدخل بها، قبل حصل العقد ولم يدخل بها وقال لها أنت طالق، إذن الآن لها أن تتزوج ولا إشكال. نعم، طيب، أو النكاح كان نكاح فاسد، عقد عليها وبعد أن عقد عليها مثلا تبين أنه رضع من أمها، فهو أخ لها في الرضاعة، فانفسخ العقد هنا، أو كان على عوض كما ذكرنا في الخلع. نعم، أما الطلاق الرجعي يملك الزوج مراجعة الزوجة ما دامت في العدة، هذا إذا لم يتم له ثلاث طلقات، ما دامت في العدة له أن يراجعها. أصلا أين تطلق؟ وهي في بيتها، ولا يجوز لها أن يخرجها من بيتها. واللي ترى عند بعض الناس هدانا الله إياهم يعني إشكال من الزوج وإشكال من الزوجة وإشكال من الأهل وإشكال من المجتمع، أمر عجب يا رجل. وأنت تعرف أن يعني كبار السن في الغالب يعني دائما ينصحوا سواء الزوج أو الزوجة أو كذا. فتأتي في القديم، أنا أعرف هذا، في القديم تأتي المرأة غضبانة وكذا إلى بيت الأب، يقول لها لا، أنا أعلمت الزوج وقت النكاح أن محاسب أمام الله، ولا يمكن أن تأتيني إلا بعد وفاة الزوج، غير هذا ما تأتي. نعم، تأتي ويحصل كلام ويزيد الإشكال وما إلى ذلك. يحرم على الزوج إخراج الزوجة من بيتها، تبقى في بيتها، تطلق. نعم، لماذا؟ لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، وهو الصلح. لابد أن يطلقها في العدة التي أمر الله، في طهر لم يجامعها فيه، يعني ينتظر بها حتى تحيض ثم تطهر ثم بعد هذا يطلقها، يخرجها من البيت؟ لا، يبقيها في البيت، فإذا أراد مراجعتها له ذلك. كذلك يشهد على الطلاق ويشهد على إرجاع الزوجة. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث ثلاث جدهن جد، لماذا؟ أراد أن يبين أنه لا لعب ولا مزاح بالتلفظ بالطلاق. وذكر أن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ما السبب لإرادة المؤلف رحمه الله تعالى لهذا الحديث في كتاب الطلاق؟ نزل في البئر الزوج وانقطع الحبل والزوجة فوق، فقالت له تريد الحبل؟ قال نعم، أنزل الحبل. قالت لا، حتى تطلق. وضعت السكين على نحرها وقالت تطلق أو أذبح نفسي.
يقول الحمد لله عجلي. لا استغفر الله. ماذا يصنع؟ يقول لها لا أنت طالق. نعم تقتل نفسها أو يبقى ويموت في البئر يطلقها هذا ما استكره عليه. اي نعم ولا يقع الطلاق أصلا، مفهوم؟ طيب ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى بعض الفقهاء يقول أن الطلاق من الطلقة، السلاح الآن إذا خرجت الطلقة ما ترجع، فاحذر من هذا. ولابد أن المقبل على النكاح يتعلم هذا الباب ويعرف كيفية الحلول الزوجية وماذا يكون وغير هذا. طيب الإيلاء أن يحلف الزوج على ترك الوطء، أي وطء الزوجة أبدا، أو مدة تزيد على 4 أشهر للذين لون من نسائهم، تربص 4 أشهر. نعطي الزوج نقول اسمع معك 4 أشهر، إما أن تطأ أو تطلق. فإن رجع، فإن فاو أي رجعوا، رجع وقال أطأ، فعليه كفارة يمين. وإن عزموا الطلاق أي لم يرجع فماذا؟ فإن الله سميع عليم. طيب إن امتنع قال اسمعوا لا أطلق ولا أطأ واصنعوا ما أحببت. هي قالت في حديث النساء قال إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. نعم طيب الظهار هو أن يقول الزوج لزوجته أنت علي كظهر أمي، يجعلها محرمة عليه كتحريم المحارم، أمي أو أختي أو ما إلى ذلك، من الألفاظ المصرحة بتحريم الزوجة. قال الله سبحانه وتعالى عن هذا أنه منكر من القول وزورا. لماذا تقول هذا الكلام؟ هذا منكر وشهادة زور أصلا. نعم لا تحرم الزوجة بذلك، لكن ليس له أن يطأ الزوجة حتى يأتي بالكفارة. عتق رقبة مسلمة سالمة من العيوب، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينا. طيب أما تحريم المملوكة أو تحريم الطعام أو الشراب، يا أخوانا النبي صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط، ما عاب طعاما قط. تأتي المرأة بطعام وتتعب وكذا، إذا أحببت أن تأكل كل، وإلا يعني لا تتكلم على الطعام وتقول فيه وفيه وفيه. طيب أو تقول والله لا أكل مثلا. أما اللعان فهو نسأل الله السلامة والعافية رمي الزوج لزوجته بالزنا. فننظر الآن، لابد أن من رمى آخر بالزنا نسأل الله السلامة والعافية سواء رجل أو مرأة، إما أن يأتي بالشهود 4 شهود، فنقول للزوج لابد أن تأتي ب3 شهود معك أو يجلد حد القذف. نعم إذا ما استطاع أن يأتي بالشهود ماذا نصنع به؟ نقول لابد أن تلاعن. قال لا لا يلاعن ولم يأتي بالشهود، فماذا نصنع به؟ يرفع إلى السلطان ويجلد. نعم حد القذف.
صفة اللعان يقول يشهد خمس شهادات بالله، إنها نسأل الله السلامة العافية زانية، لكن أربع شهادات، في الخامسة يوقفه القاضي وقل هذه موجبة اتق الله، يذكر بالله. طيب، لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تشهد هي. الآن هي إما أن تقر نسأل الله السلامة العافية بالزنا أو تلاعن، إن أبت فماذا؟ فيقام عليها، يقام عليها ماذا؟ من يعرف؟ نعم، يقام عليها ماذا؟ ما هو الحد؟ يقام عليها خطأ، يقام عليها الحد صحيح. أي حد؟ إن كانت بكر يقام عليها الجلد، وإن كانت ثيب يقام عليها الرجل. نعم، أنا أعقل ما أقول، الحمد لله. صحيح، لم يدخل بها، مجرد العقد ورماها، زوجة زوجة، ثيب لا، بكر، مفهوم؟ نعم، اجلس. طيب، إذن فإذا تم اللعان تلاعن خمس مرات ويوقفها القاضي عند الخامس، تم اللعان سقط عنه الحد وكذلك عنها، وحصلت الفرقة بينهما على التأبيد. نعم، وإذا ذكر الولد في اللعان انتفى عن الزوج. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد هذا باب العدد، حصل الطلاق أو حصلت الوفاة أو ما لذلك، لابد من عدد واستبراء. سيأتي معنا أنه لابد أن يستبرئ مثلا عند قسمة الأمير، أمير الجيش أو أمير الجهاد للسرايا على الجيش، لا يطأ هذه المملوكة إلا بعد الاستبراء. نعم، وهذا سيأتي معنا في كذلك وطأ بالشبهة وغيره، الله أعلم. ندرس هذا الباب كتاب العدد بعد صلاة الفجر إن شاء الله تعالى، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.